العميق للدستور لذلك خلال الأشهر الأولى. الدستور يحمل حرية الفردية والجماعية. من النقاش فيما يخص مسودة الدستور. الدستور يبني الدولة الجديدة على أسس جديدة. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في عدد جديد من حصتكم الطريق إلى الدستور، التي أسعد اليوم بأن نخصصها للمرأة وحقوقها. فقد كانت الأسرة الجزائرية ولا تزال إحدى ركائز المجتمع، لكن المرأة لا تزال إلى يومنا هذا في رحلة البحث عن مكانتها في وسط التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، تبحث عن دور جديد مفقود قد يمنحها حق العضوية الكاملة في المجتمع ويجعلها تتميز بمركز يثبت وجودها ويفرض احترامها. فهل وجدت المرأة اليوم عنوانها في مشروع الدستور الجديد؟ وأي نوع من المساواة تبحث عنه المرأة الجزائرية؟ وأي مرجعية تستأنس بها لسن قوانينها؟ كل هذه الأسئلة وأخرى سوف أحاول الإجابة عنها مع ضيفاتي وضيوفي الكرام في البلاطو. السيدة زغار صفية، ناشطة جمعوية، أهلا بك سيدة. أهلا بك سيدي، شكرا. شكرا جزيلا لك. والسيدة جميلة حمدي، ممثلة عن حركة البناء الوطني، مرحبا بك. بكم. والسيدة أسماء ميرامرية، ممثلة عن حزب صوت الشعب، شكرا للاستضافة. أهلا بك. والأستاذ كالعادة أمين بن كراودة، المختص في القانون الدستوري، أهلا بك أستاذ أمين. شكرا وأهلا بضيوفك الكرام. شكرا جزيلا، أهلا بكم جميعا. إذن أبدأ مباشرة معك يا الأستاذة صفية. الدستور خص المرأة مباشرة بثلاث مواد أساسية، المادة 40 والمادة 59 والمادة 68، وأشركها في مواد أخرى مع الرجل ومع كافة المواطنين، وسن لها ربما العديد من الحريات. هل عكست بالنسبة لك هذه المواد آمال وطموحات المرأة الجزائرية في هذا الدستور؟ أولا السلام عليكم، نرحب بضيفة هذه الحصة، وشكرا لك أخ توفيق على ترحيبنا في هذه الحصة. إن شاء الله نكونوا نعطوا يعني نسخكس أن إكلا فيغ لا فام إن شاء الله. أنا نشوف أنه دستور الجزائر الجديدة يعني الحمد لله كانوا فيه مواد صحو بارابور المواد الأولى اللي كانوا في 2016، ولكن يعني أنا نشوف باللي أنا ليا كشخص يعني الخاص ما كان عندي أي مشكل في المواد السابقة والحالية، لأنه أنا في ذاتي ما عنديش، ما نقدرش نقول أنه المرأة ما كانش عندها حق، ولا أنا المرأة هي كفء، ولا كانت المرأة كفئة بمنصبها أوتوماتيكمون تنزعوا في هذيك البلاصة وتدخل أي ميدان سواء كان اقتصادي اجتماعي سياسي. هي كفاءات ما بين الرجل والمرأة، ما نقولش أنه المرأة، وما كما يقولوا ما ننهيوش المرأة الماكثة في البيت لأنه عندها حقوقها لازم نعطوهم لها، لأنه منها كانت أمنا ختنا، تقدر تكون أنا، تقدر تكون بنتي أنسانسويد. مي أنا نشوف يعني الدستور الجديد كان فيه تصحيحات جميلة جدا، منهم المادة اللي كانت 59 ولات اللي كانت 35 ولات 40، وشفنا المساواة ما بين الرجل والمرأة، شفنا أنها تقدر تدخل المناصب السياسية بقوة كما كانت يعني من قبل، ولكن زاد لها الدستور الجديد صيغة جميلة جدا. نشوفوا أنه كذلك المادة الجديدة هي المادة 40. سيدة صفية، أنت قلت كلام مهم جدا، قلت أنه يجب على المرأة أن تنتزع حقوقها في الميدان. لكن عندما يخصكم الدستور
بموازن يعني ككفاءة غير منتزعة. يخصكم الدستور بتمثيلية مثلا في المجالس المنتخبة، يخصكم الدستور بالترقية في المناصب، بضرورة الترقية في المناصب العليا مثلا. هل تجدين أن هذا يتناقض مع يعني كلامك في قضية الانتزاع الحقوق؟ لا جوستومون، واش حبيت نقولك، أنا ضد هذيك المادة اللي بالنسبة للمرأة. لازم المرأة تكون عندها نسبة 30 أو 20 كما داروها في، نعم، في الدستور الماضي. لا، أنا داير عمري ما مشيت بالفكرة هذيك. أنا نقول ما بين المرأة والرجل لازم تكون كفاءة، ولا هذه المرأة يصح لها أنها تكون رئيسة حزب فلتكن رئيسة حزب، مش النسبة اللي تطلعها باش تكون رئيسة حزب. نهضروا على السياسة. أما الكفاءات في الميدان الأخرى الاجتماعية السياسية الاقتصادية، الحمد لله رانا نشوفوا يعني في السنوات يعني القليلة هادو اللي فاتوا واللي هم جايين واللي كانوا مقبل، المرأة انتزعت. C'est vrai que c'était difficile, je m'excuse, je peux parler en langue française. Oui. C'était très difficile que la femme a pu prendre sa place dans la situation actuelle ou celle qui est. Mais on a vu des femmes combattantes qui ont pu être à la hauteur de pas mal de postes. هذاك الكفاءة تاعهم واش عطات لهم الدولة كعلم كتحدي. وسي المرأة لازم التحدي أنه تكون في المستوى تاعها توري باللي ما كاش فرق ما بيني وبين الرجل. نعم. كونتخيغ كاين جون سي با، لازم نتعاونوا، ما لازمش نكون أنا نقول هو يدي 60% وأنا ندي 30%. مو جو سوي كونتر ليدي. أنت ضد المحاصصة يعني. طيب ممتاز، سوف أعود إليك السيدة صفية. السيدة حمدي، يعني أنت ممثلة عن حركة البناء الوطني، طيب في حزبكم كيف قيمتم ما جاء في مواد الدستور بالنسبة لحقوق وواجبات المرأة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر الحل القائمين على الجزائرية واد على مثل هذه الحصص التي حقيقة تجعل المشاهد في صورة في صورة لأسس تبني المجتمع نتاعو. والدستور ما هو إلا ركيزة أساسية ضمن هذه الركائز. وحقيقة الأمر يعني هو حدث لبناء الجزائر الجديدة. في حركة البناء الوطني قبل خليني نقول أنه إذا اتفقنا على أنه نقول أنه هذا الدستور هو عقد اجتماعي، نتفق على أن هذا العقد الاجتماعي راح يولد لنا عقد اقتصادي ويولد لنا العقد السياسي، يبني مؤسسات الدولة. هذا الشعب هو اللي يدير هذا الدستور، ومؤسسات الدولة هو اللي يبنيها هذا الدستور بإرادة شعبية في حقة الأمر لما يوافق على هذا الدستور. إذن هذا القانون الأساسي اللي ينبني بإرادة الشعب، وهذا القانون الأساسي اللي كرس التداول الديمقراطي، وهذا القانون الأساسي اللي يحرص على الحريات والحقوق والواجبات. هذا الدستور في حقة الأمر اللي كل مؤسسة راح يوضع لها الإطار اللي تتحرك به. نقول أنه ما هو إلا في حقة الأمر بكل ما جاءت منه من مواد وبديباجته الأساسية اللي تعتبر الروح نتاعو، اللي تعتبر جزء من هذاك من الدستور، واللي اضفات نوع من الضمير الشعب اللي موجود في بامتداداته التاريخيه ضمن هذا الدستور. فهو في حقة الامر هذا العقد الاجتماعي يبنيه الجميع ويعمل على تطبيقه الجميع. فهو باختصار يعني يعبر على طموحات الشعب. نعم. هذا الشعب اللي خرج في بمظاهرات سلمية، خرج في 22 فبراير. المرأة كانت جزء هذا هي جزء أساسي ضمن هذا الحركية اللي اندارت ضمن هذا الحراك الشعبي. نعم، الحراك الشعبي تاع 22 فبراير. فأراد هذا الشعب أن تكون طموحاته ضمن هذا الدستور. وبالتالي هل وجدتم هذه طموحات المرأة؟ يعني كل هذه المقدمات نعرفها. صح، تعرفنا احنا للدستور يعني إذا تعرفنا بهذا المنطلق كونه عقد.
نجو للملاحظة الثانية بالنسبة لحركة البناء الوطني. حركة البناء الوطني المسار تاعها واضح للجميع. بالنسبة لنا حركة البناء الوطني خذات المسار تاعها بناء الدولة، خذات المسار تاعها الحفاظ على استقرار الدولة، خذات المسار تاعها أنها تساهم في إخراج الدولة من مكان قد يصيبها، وقفت مع مؤسسات الدولة بكل ما أتيت من رجالاتها من برامجها من كذا كذا، ولم تكن مع عهودات ولم تكن مع تمديد وإلى آخره. فبالتالي طالبت أن يكون فيه دستور غير الدستور تاع 2016، وحنا نعرفوا دستور 2016 واش كان فيه. فجاء الدستور تاع 2020 اللي رانا بصدد المناقشه حوله. هذا الدستور اللي جاء، انا الان هنا في ضمن حركه البناء الوطني ما رانيش نناقش باش نقول اوني بوغ او كونتر هذا الدستور، باش نكون تكون الصوره واضحه، لانه احنا عندنا مؤسسات نتاع الحركه، هذه المؤسسات موجوده في في في, في, في القواعد. بالمناسبة يعني غدا سيدة حمدي يعني تبدأ كنا كنا متفقين لأن وقت الحساب لم يطلب منك أحد أنه بطبيعة الحال أن يكون موقف نحو الدستور نعم أو لا، لكن خلينا في الموضوع حول صحيح. المرأة صحيح. ما هي رؤيتك حول ما جاء في الدستور حول المرأة؟ شو المواد كل أنا بالنسبة لي يعني ما جاء كله في الدستور هو معنية به المرأة من بداية كلمة موجودة فيه إلى نهاية كلمة. طالما نعم. إذا علاش قلت لك انطلقت من المقدمة أنه عقد اجتماعي، إذا كان عقد الاجتماعي فيه يعني فيه ضوابط، هذه الضوابط مش راح تتركز على الرجل فقط ولا على الطفل فقط ولا على الأسرة فقط أو المؤسسة الدولة فقط أو المؤسسة الاقتصادية أو التعليمية أو إلى آخره. نعم. مادام نقولوا عقد اجتماعي يجيب عقود أخرى، فالمرأة مادام راهي طبيبة، المرأة مادام راهي أستاذة في الجامعة، المرأة مادام راهي أم في البيت حاملة رسالة كبيرة جدا في تربية الأبناء والسهر على أولادها، مادام المرأة راهي موجودة في كل، راهي في الأمن، راهي في المؤسسة، إذا مكانتها ممتازة يعني. معناها أنت المرأة راضية على مكانة المرأة في المجتمع. أنا أعتقد أن المرأة موجودة راهي معنية بكل مادة موجودة في الدستور بطبيعة الحال، هذا لا يختلف فيه إحنا. المواد الآن نعم. اللي جات فيها حدثنا قدمنا اقتراحاتنا واقتراحات في حق الخبراء اللي شاركوا في هذه الاقتراحات، وحتى في اقتراحات في المبادرة، وحركة البناء الوطني كمكون ضمن هذه المبادرة وجزء ضمن هذه المبادرة. احنا من 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 من, من قناعاتنا انه ما عندناش كل حاجة كحلة وكل حاجة بيضاء، عندنا في قناعاتنا في حركة البناء الوطني مادام عندنا نظرة جماعية لبناء المجتمع، فإذا مادام هذه النظرة موجودة عندنا إذا كل حاجة تكون ما تخرجش على المجتمع نقولوا ما تخرجش على المجتمع. سيدة حمدي لحد الآن لم تجيبيني بسرعة عن السؤال، رجاء هل وجدت السواد يعني على طريقتك، هل وجدت السواد أم البياض في النقاط المتعلقة بالمرأة فيها وعليها؟ نعم. بالنسبة للنقاط الآن نجو للمرأة في ترقية مثلا على سبيل المثال المادة 59 للطالب بترقية الحقوق السياسية وتمثيل المرأة وكذا، وتخضع لشروط القانونية، معناها راهي فيه ضوابط، كثير من المواد جات فيها ضوابط من بين هذه. احنا ما كاش واحد يقول بلي انه ما نكونش ضد الترقية السياسية للمرأة، مستحيل يعني، غير واحد يكون عنده خلفية فكرية ولا خلفية أخرى اللي تخليه يقول ما ندفعوش بالمرأة إلى أنها تتطور فكريا، ما ندفعوش للمرأة أنها تتطور سياسيا، ما ندفعوش للمرأة أنها تكون فاعل هي اللي تبني. لأن المرأة كي نقول عقد اجتماعي، تصور أننا لو كان المرأة الآن المرأة المناضلات في الأحزاب والأستاذات في الجامعة، الناس اللي شاركت في الحقيقة دارت حلقات النقاش، لو كان المرأة ما كانتش موجودة فيه، بالتالي هنا المرأة بزاف كثير من الحقوق نتاعها تهضم. احنا الآن إذا ترقية المرأة السياسية ما عندناش إشكال فيه، بالعكس no. والآن نشوفوا السيرورة تاع المرأة تاع نضال المرأة نضال غير كافي، رغم أنه غير كافي. لماذا غير كافي؟ لأنه المرأة احنا ما نقول ما عندناش مشكل بالنسبة للجزائرية، المرأة الجزائرية، المرأة الجزائرية نهار كي كانت تدافع باش تجيب الحرية نتاعها في عهد الاستعمار ولا لوتي بوغ افوار سا ليبرتي ولا ليبرتي تاع لو بيي تاعها،
هذه المرأة هذه في ذاك الوقت تنادي على الحرية، كاين نساء واحد اخرين في العالم كانت تسعى وراء اللقمة وراء الخبز يعني. ومن بعد جات تجي النقابه تاع جات النقابات و 8 مارس تاع عيد المراه وكذا. المراه احنا بالنسبه لنا في الجزائر ما دام رفدت السلاح وما دام شاركت خوها في الثوره بالنسبه لنا احنا راهي متطوره ولا يزال النضال مستمر. طيب سيده حمزي سوف اعود اليك. طيب سوف نعود الى هذا الموضوع لكي اعطي يعني حتى انا يجب ان اعطي المحاصصه بينكم جميعا. السيده اسماء ميراملية عن حزب صوت الشعب، طيب ماذا وجدت نساء الحزب يعني ممثلات بطبيعة الحال عن النساء الأخريات في هذا الدستور؟ هل وجدتم مكانتكن في هذا الدستور؟ اولا شكرا على الاستضافة أستاذ توفيق بداني، وشكرا لقناة الجزائرية وان. اولا خليني اقول طبعا جاء انت رقى لي جدا عنوان الحصة اللي هو الطريق الى الدستور، ومن سوف اقول هو طريق المرأة إلى الحياة السياسية أو طريق المرأة في الدستور هذا كيف كان. احنا داخل حزب صوت الشعب نؤمن بأن المرأة هي مواطن قبل كل شيء، إذا هناك الكفاءة تغلب على الجنس، يعني كانت امرأة أو رجل. وبذلك عندنا ممثلة، عندنا أمينة مكتب الولائي لولاية عنابة مرأة، عندنا مسؤولين التنظيم لكثير من الولايات البيض الغواطي إلى ذلك، فهم مناصب قيادية داخل حزب صوت الشعب وتمثلها مرأة. أمامك أنا مكلفة بالإعلام مرأة، إذا هذا داخل حزب صوت الشعب نحن نؤمن بأن المرأة هي مواطن كامل يتمتع بجميع حقوقه. متى كانت مؤهلة يعني تتوفر فيها كل الشروط أنها تتقلد منصب فالأبواب مفتوحة، وهذا يكون ضمن إطار معين داخل قانون الحزب. الآن بالنسبة للدستور، الدستور الجزائري الآن دستور 2020 جاء فيه تقريبا بعض المواد كانت مواد من الدستور السابق، وكان هناك مادة جديدة هي المادة 40. المواد جاءت في ثلاث نقاط بالنسبة للشقة الشغل والعمل، هذا مفصول فيه في الدستور الجزائري، مفصول فيه في المؤسسات الإدارية إلى غير ذلك، بالنسبة لإنصاف المرأة في ساعات العمل في الراتب إلى غير ذلك. ونحن هذا نبارك هذا الشيء كامرأة جزائرية وداخل حزب صوت يعني الشعب، يعني موجودة أصلا من قبل، لكن موجودة هل محترمة؟ نعم سأتيك الممارسة الميدانية. الشقة الثانية هو اللي جات فيها المادة 40 اللي هي جات مادة لما رأى المشرع الجزائري أنه هناك أولا الجزائر أمضت على العديد من الاتفاقيات، ثم رأى المشرع الجزائري أنه رغم تواجد المرأة الجزائرية في مناصب العمل في الإدارات في سوق العمل في الشارع إلى غير ذلك فهي تمارس حياتها اليومية، إلا أنه هناك نوع من العنف يمارس على المرأة الجزائرية، سواء كان عنف مباشر أو عنف غير مباشر، سواء عنف عائلي أو عنف مجتمعي لما المرأة تخرج أحيانا نضطر إلى الدخول في ساعات متأخرة من الليل، فنلاحظ أنه هناك نوع من التحرش، نوع من العنف اللفظي. فالمشرع الجزائري الآن أراد أن يستدرك هذه النقطة أو يستدرك هذه الفاصلة، ونشوف المادة 40 اللي هي تحمي المرأة، الدستور يحمي المرأة من كل أشكال العنف، ثم يكفل لها الحماية، ثم يكفل لها يعني أنه يكون عندها النافوكا ولا لما تكون ما عندهاش يعني الإمكانيات إلى غير ذلك. فهذا هو الجديد في الدستور الجزائري، جاء أنه كيف يمكننا أن نؤهل هذه المرأة، هي مؤهلة بكفاءاتها بشهاداتها بعملها ربما بفرضة نفسها عبر نضالات كثيرة عبر قوة، لكن الآن كيف نوفر هذا الجو الذي تكلمتم عنه داخل كل هذه المؤسسات، وليست فقط المناصب القيادية السياسية بل كل المؤسسات. النقطة الثالثة اللي جاء فيها الدستور كذلك، وهي نقطة كانت نقطة الكوتا وكانت في الدساتير السابقة أو نقطة المحاصصة، أنا أقول من داخل حزب صوت الشعب نحن نؤمن بالكفاءة، لكن المرأة مواطن، لكن لأنه مجتمعاتنا الآن وهذا لا يخفى عن الجميع، هي طبعا مجتمعات نوعا ما منغلقة، مجتمعات ما يزعفوش من الرجال يعني مجتمعات رجولية نوعا ما، ففي بعض المناطق يعني حتى أنه عاداتنا وتقاليدنا ما يسمحش المرأة أنها تصبح تناضل وتروح وتمارس هذا العمل السياسي في يعني في النضال في القاعدة إلى غير ذلك، فهنا نوعا ما يكون محتشم يعني مشاركة المرأة السياسية محتشمة وما تكونش لها الطريق صعبة جدا حتى تلتحق بالقيادة. لذلك ربما أعتقد هذه النقطة، هذه نقطة الكوتا أو نقطة المحاصصة اللي حددها القانون العضوي ب 30% في المجالس المنتخبة، هذه
جميل، شيء جميل، لكن نحن كمرأة في حزبي أو كمرأة ناشطة سياسية وفي حزب صوت الشعب نريد أكثر من ذلك، نريد إنه الكفاءة، نريد أن نرى دستورا يعتمد إلى الكفاءة، طبعا مش الدستور لأن الدستور وثيقة سامية، لكن على المشرع الجزائري في القوانين العضوية، لأن نلاحظ أنه هناك مناقشة للقوانين الانتخابات، يعني إعادة مناقشة قانون العضوي للانتخابات وقانون العضوي للأحزاب، أنه يعيد النظر في دور المرأة أو يعيد النظر فيما كيف يمكن أن ندرج هذا تفعيل المرأة. نعم. في حياتها السياسية. ممتاز أسماء، سوف أعود إليك الحديث طبعا عن باقي النقاط. الأستاذ أمين بن كراودة، سمعت معي لأراء النساء لطموحاتهن، ماذا يريدنا من خلال هذا الدستور، لكن أنا أريدك في الشق القانوني، المواد التي جاءت بالدستور وخاصة المرأة بحقوق جاءت كلها وكأنها يعني تقر أن المرأة ليست لها تلك المكانة المرجوة المرموقة داخل المجتمع، وإلا كيف تفسر في المادة 59 أن تعمل الدولة على ترقية الحقوق الأساسية للمرأة؟ بماذا تعمل على ترقيتها؟ بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. وفي الفقرة الثانية تقول يحدد القانون العضوي. طيب، نفهم من ذلك أننا ذاهبين مباشرة إلى النسبة، سوف تحدد نسبة معينة في قانون الانتخابات، كم تكون هذه النسبة لا أدري إن كانت قليلة أم كثيرة، لكن الشاهد أنها سوف نحدد لها بقوة القانون نسبة من أجل ترقية مكانها في المجتمع. هل هذا يعني قانونيا حتى المواد الأخرى، المادة 68 التي تتحدث عن التناصف بين الرجال والنساء، يعني هل هذه القوانين نقدر نقول لك تعود سلبا على نضال المرأة الجزائرية في الميدان؟ شكرا سي توفيق، وأهلا بضيفاتك الكرام. احنا نشرف بحضور المرأة الجزائرية في البلاطو الجزائرية. وان، قبل التحدث عن المرأة لازم يجب أن نختار الكلمات. لماذا نختار الكلمات؟ لأن المرأة أولا هي الأم. نعم. الذي حملت الرجل وهنا على وهن، وحملته وهي صغيرة وترعرع بين يديه، هي الجدة التي تحن عن بعد وعن قرب، هي الزوجة التي تتحمل طيش الزوج وتربي الأولاد، هي الأخت التي تساعد عن بعد وعن قرب. نعم. هي العمة، هي الخالة. يعني الإنسان عندما يختار الكلمات يختارهم بلطف، لأنهم هن القوارير كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلا اليوم هذو كمل يفرحوا بك أستاذ أمين، اليوم الزوجة والقوم حقيقة سوف نتدارك بعض الهفوات في حياتنا، لهذا أقوم بهذه المقدمة. هي فرصة. نعم. المرأة احنا نشوفها من منظور المجتمع الجزائري أنها تكمل الرجل. المرأة هي شقائق الرجال كما جاء في ديننا الحنيف. وبالتالي لا نتكلم عن ثورة ولا نتكلم عن انتزاع حقوق. المرأة في زمان حقيقة تغير المجتمع، لهذا يوجد هذه المواد. بتغير المجتمع أصبحت المرأة تخاف على نفسها، لأنه كاين أمور نلمسهم في الواقع حقيقة، ليس كل الرجال ولكن بعض الرجال يتأسفون في استعمال حق رجولتهم، سواء على أمهاتهم أو على إخواتهم أو على زوجاتهم. المرأة في القانون كي جات في الدستور حقيقة المواد جميلة اللي تتكلم على المرأة في الدستور، لكن هل تطبيقها في الواقع سوف يأتي أكله؟ هل تطبيق هذه المواد الدستورية في القوانين عن طريق قانون العقوبات، عن طريق قانون الأسرة؟ قانون الأسرة اليوم الذي يطبق في الجزائر أعرج. نعطيك مثال، أنا أتكلم دائما بالأمثلة الحية. المرأة عندما الرجل يطلب الطلاق وهي في عمرها 50 و60 سنة والأولاد كبروا، على بالك بلي ما عندهاش وين تروح؟ ملجأ. اسمحي لي مدام، على بالك بلي ما عندهاش وين تروح؟ في القانون الجزائري تلقى روحها في الشارع. تقول لي تروح للقاضي وتطلب الإيجار، ماشي هي أصلا، هي ما عندهاش الحق تطلب الإيجار. إذا كانت الطفلة اللي عندها هي اللي تطلب الإيجار، وإذا كان الشاب يتمدرس هو اللي يطلب الإيجار، حتى صفة التقاضي ما عندهاش، عندها طالب واحد، أنا أطلب التعويض عن طلاق التأسفي. وشحال تعويض عن طلاق التأسفي؟ 20 مليون، 30 مليون، 40 مليون، مليار، هل يعوض لها حياة؟ لأنه ما نخفيوش هذا الشيء، أنه المرأة تبني البيت على أساس النية، باش تمشي في آخر المطاف تلقى إشكالات، تلقى الزوج
وين يطلقها لأتفه الأسباب. نعم. لأتفه الأسباب. وبالتالي أنا كي نقرأ مواد الدستور اليوم يوجد من المواد ما يفرح ويوجد بعض المواد من نقدر نقوله كاين واحد الحق آخر نسيناه وهو حق الأمومة. يوجد الأم الماكثة في البيت لا يجب أن ننسى حقها. كي نقرأ المواد تساوي بالمرأة في العمل وهل حق الأمومة سوف يمتد إلى حق الأطفال؟ ما تنساش بأن المرأة العائلة في بعض الحالات فرط في حق الأولاد ليس من نفسها وإنما إجحاف القانون في حقها. كي تلقى مرأة لازم تبوانتي 8 تاع الصباح حتى 4 تاع العشية وعندها رضع وعندها رضع. نشوفوا في حياتنا اليومية كيف يخرجوا من البيت. كاين جانب هذا أنا حبيت وإن كان كيكون القانون والنصوص القانونية والنصوص الدستورية نعطوا حرية بما يسمح به ديننا ولا يسمح به الغرب. يعني تدعو لمراجعة ساعات العمل بالنسبة للمرأة، مراجعة ساعات في القوانين ومراعاة حق الأمومة إلى أقصى الحدود. حق الأمومة للمرأة وللطفل لأن ذلك الطفل إذا ترعرع في بيئة متكهربة من جانب المرأة لأن العمل يأثر على المرأة وبالنتيجة يأثر على الولد. هذا الطفل كيف راح يخرج في المجتمع؟ هذه أمور واقعية رانا نعيشوها. الأم من 8 صباحا إلى 5 مساء في العمل، الطفل ما على بالها وين راح، حاطينه عند المربية. هذا جانب. وبالتالي القانون يجب أن يراعي الأسرة ويراعي دور المرأة داخل الأسرة ولا يراعيها مستقلة على الأسرة. هذه نقطة مهمة جدا. لا نتكلم على الحقوق، حتى نحن لسنا في ثورة نقول ولسنا في انتزاع حقوق، بل نعود للماضي نلقاو المرأة كانت محمية أكثر من ما راهي محمية دوك عن طريق المجتمع ولا عن طريق النصوص. لم تكن نصوص وإنما كانت أعراف وتقاليد تحمي المرأة أكثر مما هي الآن. نعم. وبالتالي النقطة المهمة من الجانب الدستوري من الجانب القانوني مستقبلا أنه كي يكون الخط الفاصل أنه المرأة طبعا تحمى بكل ما يتمن القانون من قوة، ومن جانب ثاني يجب أن نراعي دور المرأة في الأسرة الجزائرية. نعم ممتاز أمين. سوف نعود إلى النقاش بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام أهلا بكم مجددا في الشق الثاني من هذه الحصة التي خصصناها قلت بالنسبة للمرأة وحقوقها في ظل مشروع الدستورية الجديد. طيب السيدة صفية، كنا نتحدث في البداية عن المواد التي جاءت في ظل هذا الدستور. فيه شيء مهم بالنسبة للمرأة، نتحدث عن المرجعية في سن القوانين. الآن في خلط كبير جدا، فيه انقسام حتى داخل المجتمع. أي مرجعية ترينها من أجل سن القوانين؟ لمن نعود بالنسبة لسن القوانين؟ هل نعود لأعرافنا، لتقاليدنا، لسلوكيات المجتمع؟ هل نعود لديننا، أم لربما نستأنس ببعض القوانين الغربية التي قد تؤثر أيضا على منهج حياة وسير عمل المرأة في المجتمع؟ ما هي نظرتك في هذا المجال؟ جميل، أعطيت خمس مرجعيات. ما فيش أحلى من الخامس، ديننا. والله العلي العظيم كان رجعوا مرجعية الدين، واش نص ربي للمرأة لما خرجنا كاع من هذه المشاكل أن نتنزعوا عليهم اليوم. لأنه ربي أعطالها الحرية المطلقة. شكون اللي كان كيفاش احنا نعرفوا ديننا؟ لواش نولوا؟ نولوا على واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم. شكون المرأة الأولى اللي خداها؟ خداها السيدة خديجة. كانت أكبر منه، كانت كما يقولوا بارمي كما نقولوا احنا لي بروموتريس في, 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 في تربية الأغنام. كانت امرأة ذات قوة وساندت الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مواقف تاعو، مالغري كان يعطي لها يعني العطاء العطف كلش ما كانش يدير، وكانت كبيرة عليه. توسا سي نعاودو نقولو تقاليدنا اللي تربينا بهم. أنا مانيش ضد بعض المواقف الغربية في لو ديفلوبمون، سي تري امبورطون، مي ماشي في العادات، ماشي في التقاليد، لأنه كل بلد عنده تقاليده وعلى عادته، وحنا بلد مسلم، عربي أمازيغي مسلم. نعاودو نقولو باك تقاليدنا وننصفو المرأة
والله نصف يعني ممتاز. من 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 انا جو ميكسكوز جو في ميكسكومي توجور ان فرونسي. مو دي فوا سا مي ديرانج كان جو فوا ils disent qu'il faut donner à la femme ce pourcentage, il faut que la femme soit comme ça. Non, mais la femme, elle est comme ça. Elle est de nature une femme battante. Et j'ai le fait. Je suis née d'une famille nombreuse. عندي خواتاتي قراو قعدوا في الدار، هذاك رغبتهم حبوا يقعدوا في الدار، زوجو ربى ولادهم حابين يقعدوا في الدار، انا رغبتي نكمل مشاريع توعي، هذه رغبه المراه في حد ذاتها. هي ماذا تريد هي يعني هي واش تحب؟ ليسونسيال اسخا با انفي تاع دينيتي، يفو كرامتها ما تنزلش للارض، سوا من عند باباها العزيز، انا ما نكذبش عليك تربيت في اسره كبيره يعني اون فامي نومبروز. الشيخ بابا كان في موتب إمام في بير مراد رايس الحمد لله تربينا avec une communication extraordinaire avec le papa mes frères mes sœurs كل واحد يحترم انا نحترم بابا بابا يحترم رايي الله يرحمه خويا يحترم رايي كي نقعدوا نقصروا في الدار على حاجه ما يطبخش خويا باسكو هو الراجل يجي كيما يقولوا احنا اون دو اكزيكوتي نو نعم يعني كوميونيكاسيون المكانه يعني تاع المراه تبدا من الاسره من الأسرة. من النقاش من الحوار داخل الاسره من التربيه انه يعني انه ولينا نعاودوا نتخباو مر الاحكام اللي قالها الاستاذ المحترم ويعني انا عندي انا بصفتي صحفيه مش مش قانونيه ولكن نشوفوا يعني في المجتمع عندنا زميلات عندنا صديقات عندنا جيراننا نسا مساكن لحقوا يعني واش هضر فيها كيما يقولوا elles ont été victimes de beaucoup de divorces et tout moi j'étais déçue parce que normalement ما نلحقوش لهذه الدرجه ولكن كلش يبدا اساس ساس تاع الاسره ولا كانت الاسره مبنيه بساس متين والله المجتمع هذا يكون احسن مجتمع فعلا في الدنيا فعلا. هو المجتمع الجزائري ممتاز كلام جميل يعني الأستاذة حمدي يعني تتمة لما قالته الأستاذة صفية أولا هل تتفقين معها فيما قالته ثانيا أي مرجعية ترينها قوية أي أيضا أي حدود بالنسبة لحرية المرأة هل المقصود بحرية المرأة أن تكون يعني جنبا إلى جنب بالنسبة للرجل بالنسبة في أوقاته في المجالات التي يجب أن تقتحمها أي حدود بالنسبة لهذه الحرية شكرا أخي توفيق بالنسبة للمرأة طبيعة الحال إحنا المرأة المرجعية نتاعها راهي باينة ما تقدرش تكون خارج المرجعية الأمثل ما كاش مرجعية أمثل قد مرجعية تاع اللي جاية من فوق سبع سماوات كاين مرجعية أخرى هذه كلها قوانين وضعية حتى هذه القوانين العالمية الوضعية والاتفاقيات الدولية في إطار حقوق المرأة وحقوق الإنسان اللي راهي تكرس أنا أعتقد يعني فيه دراسات كثيرة اللي نطلعوا عليها نوجدوا أن كثير من الأمور اللي احتوتها المواثيق الدولية أنها تكرس الصراع بين الرجل والمرأة تكرس للعنف باختصار شديد احنا في منظومتنا يعني المجتمعية ما عندناش إشكال في المرجعية نتاعنا المرجعية راهي واضحة والدستور دستور الحمد لله راهي في مادة صماء في المادة الثانية مفروض أنه الإسلام دين الدولة مفروض أنه الانسحاب يكون تلقائي على جميع المواد الأخرى بلا ما نناقشوها بلا ما نجدلوها مادام يعني أن تستمد هذه الحقوق من الدين الإسلامي من الشريعة كأول مصدر من مصادر الشريعة ولذلك احنا في الأصل في الأمر في هذه الطروحات اللي موجودة أنا أعتقد المشكل كل المشكلة راه في كما قال الأستاذ في التطبيق الآن احنا نعطي لك مثال بسيط جدا لا. في مادة من المواد نظن المادة تاع الملكية مادة 60 الملكية حقوق الملكية عند المرأة عندها حق في الميراث أيا سقطوا هذه على وش راه صاير في المجتمع الجزائري غير في ناخذوا عينة فقط من المجتمع هل المرأة حقيقة راهي تستفاد من الميراث؟
يسيرهم في الشوارع وعندها ميراث، عندها واش خلى لها باب. لكن قانون الاسره يقر بهذا، قانون الاسره الجزائري التطبيق يعني عفوا قانون الاسره الجزائري يستمد فيما يخص الميراث 100% من قانون مصدر الشريعه الاسلاميه. صحيح، وبالتالي علاش الان الخلفيه نتاع المجتمع الذكوري راح فيه نوع من التسلط على المراه، وهذه راح من بعد كل حاجه راح تتلصق في هذه الامور باختصار شديد. وبالتالي دور المراه كفاعل اقتصادي، كفاعل في المجتمع، في الاسره، في كل الامور، راهي مفروض راهي واضحه وراهي باينه للجميع. الان ما تتمارسش عليها، مفروض أنه ما يتمارسش عليها العنف، مفروض أنها ما تدخلش في سوق التجارة، يعني ماشي سوق تجارة تاع السلع ولا، ولكن تجارة بالبشر، يعني بمعنى أنه إذا هضمنا الدور تاع المرأة الأساسي كأم كزوجة ك بمختلف الفئات أو شرائح المجتمع اللي متواجدة هي فيه، فهنا المفروض أنه كل الإطار اللي موجود يخدم المرأة بخصوصياتها المرأة. أنا نعطي لك على سبيل المثال، الآن كنت تقولي أنه نتساوى أنا مع الرجل، أنا ما نقبلش نتساوى مع الرجل، لأنه طاقتي وقدراتي ما تسمحليش أنه أنت ما تسمحليش بين قوسين نسمح لي نخاطب الشعب الجزائري، ما نقدرش نرفد أنا شكرة تاع السيمان خصوصيتي. نعم. نفسيتي ما تقدرش لبعض الامور اللي فوق طاقتي، هذه خصوصيات دارها سيدي ربي سبحانه من فوق، بالتالي اذا تجاوزناها رانا راحين نكسروا المجتمع، اذا تجاوزناها. لكن تقدري تتقلدي مسؤوليه. نعم. اكبر من شكاره تاع السيمان، تقدري تتقلدي مسؤوليه. وي بيان سور، المراه تتقلد مسؤوليه في اطار خصوصيتها بطبيعه الحال، في اطار الان تقرا وتتعلم والوت باش في 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 علميا وفكريا وثقافيا وكذا، ويحق لها انها منصب، ولا واحد عنده الحق يقول لها لا ما تديش منصب، انا لوتي باش لحقتها ناضلت باش وصلت لهذاك المنصب، لكن تبقى دائما في اطار الخصوصيات. نعطي لك على سبيل، احنا في البرنامج تاع حركه البناء الوطني لو تقرا البرنامج الانتخابي نتاع حركه البناء الوطني، والله بعض الامور درناها رائعه جدا، راعينا دور المراه، راعينا خصوصيات المراه، راعينا المراه. نعطي لك على سبيل المثال قضيه العمل في المراه، في البرنامج تاع حركه البناء الوطني عمل المراه يبدا من 8 تخطلقها على الزوج، خليها شد. علاش نديروا هذاك، نديروا هذاك الوقت تاع الفراغ تاع الفطور والراحه وكذا؟ المساواه، يعني انتم طالبوا بالمساواه مع الرجل. شوف حتى المساواه في المساواه، فانا نقول المساواه في اطار الخصوصيه، لانه الان لو كان نروح نشوفوا شارع نسبه الافات الاجتماعيه، نشوفوا نسبه الطلاق. نعم. نشوفوا نسبه من الامور اللي راهي تهدم المجتمع، وقد يكون سنينا قانون، هذا القانون هو السبب في هذه الامور. الان انت المراه تخدم الصباح العشيه وبعد تروح للدار دير الفطور، ولا تروح تربي ولادها، ولا تروح تقريهم، ولا تروح واش تقدر تدير، لكن لما نعطي لها وقت من الراحه تكون عندها اريحيه، ما تحسش روحها بضغط، انها اريحيه. المراه في البيت ما تخدمش، احنا درنا لها، طرحنا انه تكون منحه للمراه اللي قاعده في البيت. سيغتان طون، احنا رانا احنا اطارات نتاعنا تاع اغلبيتنا امهاتنا في البيت حملت رساله كبيره، باش اغلبيه الاطارات اللي راهم وزاره، اللي راهم رؤساء الجمهوريه. نعم. اللي راهم كذا، خرجتهم لا فام هذيك المراه نتاع البيت، بالتالي انا ما نقدرش، ما عنديش الحق انه نقول المراه هذه ما حملتش رساله، بالك المنصب نتاع هذه المراه راه يعادل 1000 امراه في المنصب، ولكن كل واحدة وخصوصيتها، كل واحدة وقدراتها. ممتاز. نراعيه. شكرا. نراعيه والدور ونراعيه والخصوصيات نتاع كل مجتمع، وبالتالي احنا مع الكفاءة. طيب ممتاز، سوف أعود إليك الأستاذة حمدي، كلامك واضح جدا وممتاز تعقيب في عجالة الأستاذة. نقطة مهمة ثارتها السيدة المحترمة أنه فيما يخص الميراث، حقيقة في القانون الجزائري الميراث واضح وضوح الشمس والفريضة عن طريق الموثق، لكن أنا فهمت واش حبيت تقول، كاين مناطق في الجزائر بدون أن ذكر المنطقة أنهم يحرمون المرأة من الميراث رغم وجودها في القانون، وبالتالي هنا واش تلاحظ؟ تلاحظ أنه القاعدة الاجتماعية أقوى من القاعدة القانونية. أمير، وقد تجدها راضية بذلك. ماشي لا خيار لها، لماذا نقول لك لا خيار لها؟ وقعنا في أمور من لا خيار لها، لأنها سوف تكون منبوذة من المجتمع تاعها. يعزلوها المجتمع تاعها، يعزلها حتى وإن كانت متزوجة بأولادها، لأنها خرجت عن العرف. لأنها هنا تلاحظ أنه
الأمر في حقيقة الأمر ليس أمر نصوص قانونية ليس أمر نصوص قانونية. كي تلقى القاعدة الاجتماعية تطغى القاعدة القانونية رغم وجودها في النصوص القانونية فعلا. وبالتالي فيما يخص الجانب تاع المرأة بصفة عامة أو جانب الأسرة هو القاعدة الاجتماعية دائما تطغى على القاعدة القانونية. ضف كاين نقطة ثانية فيما يخص المساواة. حقيقة كلمة المساواة هي كلمة في بعض الحالات تطبق لكن في بعض الحالات لا تطبق. هو التكامل هي أفضل كلمة بين الرجل والمرأة هو التكامل. تكامل ليس المساواة في العمل. هاي تقول لك في المساواة هاي مرأة تنادي تخدم من 8 للزوج هنا والرجل يخدم من 8 لخمسة. كون تبقوا المساواة لازم يدخلوا كيف كيف نفس الوقت ويخرجوا في نفس الوقت. لكن خصوصية المرأة لا تسمح لها وأنا شاهد على ذلك أنها يمكن تواصل حتى الخمسة لأنه راح نضيع الشق الثاني للمجتمع اللي هم الأطفال. وبالتالي هنا لازم مراعاة هنا القوانين أنه المساواة في المناصب ما في مشكل لكن فيما يخص أنه لازم نراعي دور المرأة في الأسرة لا نراعيها مستقلة على الأسرة. وضيف كاين نقطة ثانية أثارتها السيدة المحترمة فيما يخص المرأة ربة البيت وهي أنب المهمة للمرأة في المجتمع الجزائري أنب المهمة. نفتح قوس عندما استقلينا في الجزائر فرنسا لقد بدعثت بعالم اجتماع وقال كيف فرنسا ريحت في الجزائر 130 سنة واستطاعوا الجزائريين أنه يتحروا من فرنسا عبك العالم الاجتماع هذاك ويخرج بالنتيجة قال لهم المرأة الماكثة في البيت هي التي قامت بالثورة أعدت ذلك الرجل المجاهد أعدت ذلك الرجل وأرضعته من ثديها الذي جاء بالاستقلال. يعني باش تلاحظ أنه أنب المهمة للمرأة الجزائرية هي التي خرجت ذلك. شكرا أمين ممتاز على هذه الملاحظة القيمة. أسماء يعني المادة 68 كما أشرت إليها آنفا تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق الشغل. حاب يقول باللي في مؤسسة اقتصادية عاملة في الإدارة مثلا العمومية تعمل 50 منصب 50 منصب مالي موجود 25 للنساء و25 للذكور. ألا يؤثر هذا عليكم على المجتمع يشوف أنه سيما في المناصب الإدارية أغلبهن نساء. لو شفنا في المدرسة 80% معلمات و 80% أساتذة. لو شفنا في الجامعة نفس الشيء. لو شفنا في الإدارات العمومية في الجماعات المحلية من البلدية فصاعدا. ألا تجد أنه دائما في يعني العمل بمقياس المحاصصة ألا يؤثر عليكن ممارسة في الميدان؟ شكرا على السؤال توفيق. خليني أقول شيء أولا قبل أني نروح إلى هذه المادة أو كلمة المناصفة أو المساواة في سوق الشغل لأنه خلينا نقول هذه مادة جت في الدساتير السابقة مش في الدستور هذا. يعني هذه مادة قديمة جت حتى تضمن حق المرأة في العمل وهذه مادة مترجمة تقول باللي كما حق الرجل أنه يدخل ويروح يطالب بالعمل في مؤسسة عمل معينة من حق المرأة كذلك أنها تدخل لهذه المؤسسة من حقها أنها تتقلد أو تتدرج في تولي المنصب. هذا هو أعتقد أنه هذا هو التفسير تاع هذه المادة. لما نقول تناصف لأنه هنا الترجمة لما نقول تناصف يعني أنه مثل الفرصة تأتي للرجل من حق المرأة أنها تأخذ هذه الفرصة. نعم. لكن قبل أن أكمل في هذه النقطة خليني أعقب على نقطة المرأة. بالفعل المرأة عندها خصوصية وبالفعل المرأة ضابطنا حتى ضابطنا النفسي نحن كنساء كرجال كأفراد في المجتمع الجزائري ضابطنا هو العقيدة هو الدين هو الإسلام والسيرة النبوية هي أحسن يعني أحسن شيء الناس تقراه لسان سبيغ منه بعد القرآن الكريم. لكن لأنه الطريق إلى الدستور والآن نحن نناقش في مواد الدستور ولماذا نفكر السؤال المطروح الآن والذي نطرحه لماذا الدستور الجزائري أخص المرأة بمواد معينة كما أخص ذوي الاحتياجات الخاصة كما أخص لأنه الأستاذ تكلم على دور الأمومة وكذا كما أخص في بعض المواد الآن في الدستور الجديد أنه الابن لازم أن يتكفل بالوالد تاعه أو كذلك بالنسبة للأبناء حق على الأباء وللأباء حق على الأبناء جاء في مواد صريحة. نعم أنا أتفق معك. يعني الآن لماذا الدستور أخص المرأة مع فئات أخرى طبعا ببعض المواد لأنه المرأة
السيدة ذكرت تجربتها الخاصة مع عائلتها، وهذه تجربة رائعة وتجربة ديمقراطية بامتياز، وأنت تعبرين على العائلة الجزائرية الحقة، لكن في نفس الوقت الكثير من العائلات الجزائرية، الكثير من المرأة داخل العائلة الجزائرية ما نعطوهاش هذا الحق. لذلك تأتي المادة الدستورية لدسترت حق المرأة. في ماذا تريد؟ احنا ما قلناش المرأة حرية المرأة كما يتزعم شعارات الغربية انه حرية المرأة تخرج للشارع ولا تروح ولا تدخل أمينية. لا 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 لا، احنا عندنا ضوابط جزائرية مجتمعية جزائرية، خصوصية جزائرية، يحكمها الدين بالفعل، تحكمها التقاليد في بعض المناطق، تحكمها الأعراف، يحكمها خصوصية جزائرية. احنا لما نتكلم عن حرية المرأة ودسرت حرية المرأة في الدستور، نتكلم عن كيف نحمي المرأة. المرأة هذه اللي تحب تخرج تروح تقرأ، في بعض المناطق ما تقدرش تروح تقرأ، إذا هناك حق مدسر للتعليم. المرأة اللي تحب تشتغل كيف نفس الشيء بالنسبة للمرأة اللي ما تحبش تشتغل، لأنه هنا القانون يحمي الفئة الضعيفة، يحمي لما يقع هناك الانفلات. لهذا المطلوب أكثر من ذلك في القوانين العظمية، في قانون الأسرة، في قانون الشغل، في قانون العمل، في قانون، في الكثير من القوانين الأخرى، أنه نعيد ضبط هذه المواد بما ما يتفق مع الخصوصية الجزائرية. لماذا؟ لأنه هذا لا يخفى، الأستاذ معنا قانوني لا يخفى، أنه الدستور الجزائري كان دستور مترجم في زمن معين، كانت فيه بعض الاجتهادات، لكن هو دستور مترجم من ناجم، فهذا لا يخفى عنا. لذلك أنا شخصيا أحيي المشرع الجزائري أنه يبذل هذا الجهد الآن لما حط المادة 40، مطلوب منه كذلك، هذا خذ وطالب، مطلوب منه كذلك أنه يبذل مجهودات أخرى. المشرع الجزائري الآن أمام إن شاء الله، إذا ذهبنا كما كانت يعني سيد رئيس الجمهورية قال نذهب إلى مؤسسة جديدة، فالمطلوب من المؤسسات هذه الجديدة، المطلوب من المشرع الجزائري الجديد الكفء النزيه المحب للوطن والمحب للأسرة الجزائرية. ونتفق، كل العالم يتفق أنه الأسرة هي اللي تبني البذرة، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، وهذا متفق فيه. إذن خلينا نتفق إنه القانون يأتي للحماية، لا يأتي الحرية هذه والشعارات والمرأة تخرج، لأنه كان هناك الكثير من المغالطات. طيب أعود فقط إلى نقطة أخيرة، إنه هي نقطة التكوين. لما المرأة هذه نأخذها، لأنه هذا مسار، تصبح هي تكون بنت ثم تصبح أخت ثم مرأة زوجة ثم كذا كذا، لما نذهب إلى هذا المسار ندعو الآن من هذا المنبر، منبر الحريات، المشرع الجزائري وحده لا يكفي يا عزيزي. المشرع الجزائري من أين جاء؟ المشرع الجزائري تكون المدرسة القرآنية، لما زمان كنا نذهب إلى المدرسة القرآنية، تكون المدرسة التعليمية، مؤسسة التربية والتعليم، يكون العائلة. لازم نعطي الأدوار الحقيقية لهذه المؤسسات حتى نبني مواطن حقيقي يأخذ بعين الاعتبار كل هذه، ويصنع لنا دستور جزائري، دستور الشعب اللي أنت تشوف فيه نفسك كصحفي وحماية، ألاحظ على البلاتو الحق في حماية الاستقلال الصحفي، لما يعكس كل منا ما يريد داخل الخصوصية الجزائرية عن طريق احترام ممتاز الدستور. ممتاز أسماء. طيب سيدة صفية، هذه المرأة التي الآن يعني تعبرنا أنتن عن أملكن كيف يمكن لها أن تكون وارتقت في المناصب واقتحمت مجالات يعني الصناعة ورجال الأعمال وغير ذلك، يعني كل مجالات بدون استثناء، لكنها في ذات الوقت صورة أخرى للمرأة التي تعنف، للمرأة التي يعني يمارس عليها عنف جسدي وحتى معنوي بما في ذلك التحرش، بالرغم من أنه قانون العقوبات الذي أقر في سنة 2000 بالتعديل الذي أقر في سنة 2016 يحميها من ذلك. لكن هل تجدي أن القوانين فقط هي التي يمكن أن تحمي المرأة من هذه التصرفات التي تسيء إليها وإلى المجتمع؟ Justement, on va revenir là-dessus. J'ai bien entendu Zamila. Je suis présidente d'une section féminine à la Confédération Générale des Entreprises. Et on a sillonné un peu toute l'Algérie à travers, pour aider les jeunes afin qu'elles puissent faire leur propre entreprise. هاد المواد الدستورية من في السابق من قبل ما تصحيحوا هذا 2020، المواد موجودة هاو قدامنا الأستاذ، ولكن عاود نقولوا الذهنيات تاع الأسر دوك، ولا أسرة تصيب أن بير
il peut pas comprendre. Bintou, حنا دخلنا اماكن في اعماق الجزائر نقول لك في دي كوتي نورست تاع الصحراء صبنا دي في كي فولي فير بوكو دو شوز لو بابا يقولها نو عرفت حنا ما تخليكش تنتحق تحمي تدخلي هذاك المنصب عشينا نحلوه ورحنا رحنا كما يقولوا قافلات قافلات تاع دي ريسبونسابل دونتربريز بور لو مونتري كاس كال بو فير لا فام كي تكون دهنيه يعني ليس في الصحراء فقط كاين كل منصفين احنا عندنا حتى في الوسط هنا في قلب العاصمه قد تجدين مثل هذه العاصمه اكوتي اكوتي دار انا في سيد حمدين كارتي تري شيك يا دي بارون كي لاس ميم با لوغز انفون ايتيدي الطفله تلحق ان سيرتان اج يحطها في البيت كيما عاودنا ولينا لحق الميرات في بزاف المناطق انا راني من جبال جرجر راني من جبل راني من القبائل حنا عندنا في القبائل هدا وين تسقمت الاوضاع ولات المراه تدي حقها كان واحد العوام كيما يقول كيما نقولوا حنا شيخ تدرت تمشي نو تبدلوا العقليات لازم الذهنيات يتبدلوا لازم هاد لو بابا كيف في نظرك يعني باش نغيروا في هذا المجتمع بغض النظر عن القوانين بغض النظر عن القوانين هادو لازم ديجا تبدا من الام، الام هي اللي تربي هذوك الاجيال، الام لازم جو سيبا تكون حنينه على هذوك البنات، حنينه على ذاك الزوج، لازم الزوج هذا ما يكونش معنوف مع اولاده، ما يكونش عنده العنف مع هذوك سورتو البنات. نعم. عباك حنا توجور المراه تشوف البنات مساكين تقول لك لا لا نسبقوا، نعطيك مثال صغير يعني هذه مانيش عارفه كل وحده فينا ديرها. العشيه نطيبوا. دائما تخلي حق الراجل مقبل، وعلاش؟ هيا وعلاش قاعد علاش مش هذاك الراجل ما يقعدش ما ياكلش ياكل ولادو مرتو هي الاولى مي خلاص هذه عاده ما ياكلش كاع ولا نخلوه هو الاخر لا نخلو له حقه ولا نخلو له ما ياكلش هذاك الحق زعما ما نخلولوش لا با ونقولوا زمان هذيك تصيبت يعني من زمان هذاك الراجل يتعب ويشقى طوال اليوم باكماله ويروح يحصد ويروح كذا دوكا المراه تحصد ومن بعد يجي ايه ومن بعد يجي العشيه مسكين تعبان وتزيد تخلي له حقه هو الاخر ولا تظلمي ما ياكلش مادام راكم تحضروا على تناصف المناصب ونهضروا على كلش ما المراه تحصد المراه يشد دي بوست كيما راهي تخدم كيما هي كيما الراجل صح. انا نقول سي جون سي با لا كومبليسيتي انتر لي دو زيتر انتر لا فام اي لام انتر لو بير اي لا مير انتر لا مير اي لي زونفون لو بير اي لي زونفون il faut qu'il y ait une communication لازم نخرجوا لازم جو سي با ما il faut communiquer dans la famille باش نخرجوا مجتمع الشباب نخرجوا باسره متكامله والله غير نحو كاع هاد المشاكل اللي رانا نهضروا عليهم سي فري سي با فاسيل سي با فاسيل مي il faut lutter il faut toujours lutter وانا نقول للناس اللي ما طبقش من بعد قانون تاع حمايه هاد المراه لازم اوسي العقوبه لا. انت مادام هاد المشرع حط قانون انه يحمي هاد المراه لهم يعنفوها يعني وانا نتاسف للنساء اللي هم يمروا بهذه المراحل موجوده القوانين يعني موجوده يعني ولكن الحمد لله اللي تكون عندها aussi l'occasion de partir vers la justice il y a d'autres femmes qui ne partent même pas à la justice elles peuvent même pas y aller parce que في حد ذاتها تقول لك عيب اني نروح لا جوستيس نقول بلي راجلي ضربني ولا خويا ضربني كاين هذيك جو سي با كيفاش نقولها لك الحشمه تاع 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 الاسره الجزائريه خلاتنا توجور غالقين على رواحتنا شويه ممتاز سيده صفيه سيده حمدي يعني مع هذه التجاذبات تاع المجتمع طيله عقود ليس في الجزائر فقط بل في كل المجتمعات بدون استثناء لكن ربما عندنا خصوصيه في المجتمع الجزائري بنظرك اي مراه نريد؟ هل المرأة التي تكون ند بالند مع الرجل في كل شيء في العمل المرأة التي تقتحم السياسة وتقتحم جانب يعني المال والاقتصاد وغير ذلك أي مرأة نريد في المجتمع الجزائري خليني نقول أنه عم نتكلموا على المرأة الجزائرية نعم طبيعة المرأة الجزائرية نضالها راه معروف نعم أي مكانة نريد لها المكانة في حقة الأمر المكانة هي اللي تديرها نفسها بطبيعة الحال المؤسسات هي اللي راح تحميلها أو تأطر لها هذه المكانة الآن فيه دور فيه تكامل في الأدوار مش قضية أنه المرأة لازم يعني تشوف دايره الرجل الصورة تاع الرجل قدامها ولا تاع المجتمع قدامها وقال باللي لا أنا لازم كذا ولازم كذا وش لازم يدير الرجل يدير هذه ما تخرجناش في حق هذه العقلية أو هذا الفكر نوع من الفكر ما يخرجناش احنا عندنا
تراكم نتاع نضال تاع مرأة، تراكم تاع عمل تاع مرأة، تراكم تاع فكر تاع مرأة. هذه العملية هذه بحقة الأمر احنا رانا في حلقة من الحلقات، احنا ما نفكروش درك الآن أي كلمة أو أي دور أو أي فعل نديروه لهذه المرأة رانا مسؤولين عليه لأجيال أخرى. نعطي لك في نسبة الأمية يعني باش نربط أنا لا. ممكن الأفكار تجي متسلسلة مع بعضها البعض وبالتالي ربط نربط لك الأفكار. الآن المرأة في مرحلة معينة في احنا في نسبة الأمية للمرأة جزء فيها مستها جزء من هذه الظاهرة، أن في قبل الاحتلال ما كانش عندنا أمية، بعد الاحتلال ولينا في 90% بالأمية، 70% منها في العنصر في المرأة في النسوي من الأمية. الآن هل نفكر أنه المرأة تكون في منصب سياسي، ولا نفكروا أننا لابد أنها تتعلم، لابد أنها تتثقف، لابد أنها كذا كذا من أجل أنها تبحث في هذا الإطار على حياة أفضل؟ دونك كاين أولويات بالنسبة لي، حتى أولويات المرأة ربما أحيانا نجدها في الزواج. يعني النساء العانسات في الجزائر في إحدى المقالات الصحفية يقول أنه تعداد نساء الجزائر بتعداد الشعب الليبي، يعني على الأقل واحد 11 مليون عانس في الجزائر. صحيح، هذا أيضا مشكل. مشكل لأنه كاين عوامل أخرى متداخلة يعني في هذه الظاهرة أو ظواهر أخرى. كاين ما نقدروش نشدوا عامل واحد ونقولوا بلي أنه هذا العامل ظاهرة. ذكرت على سبيل المثال ظاهرة العنوسة. الآن خروج المرأة إلى العمل ونوع من الاستقلالية اللي وصلت إليها المرأة في الجانب المادي خلاها أنها الأولويات نتاعها تغيرت المراتب نتاع الأولويات نتاعها. ما نجيش أنا شخصيا نضبطها في إطار الدستور هذه الأولويات ما يحملها في ما يحمي أدوارها، أما أنني ندقق في جزئيات الأمور نتاع أنها أولوياتها هي ما حبتش أنها تتزوج ولا كاين عوامل أخرى متشابكة في حقة الأمر في لا. هذا الأمر ما نقدرش نشدها هكذا وندرسها. بالتالي أنه هذا خيار، يعني قضية أنه زواج المرأة الشابة في مرحلة معينة أو من عدم زواجها هذه قضية خيار وقضية عوامل أخرى، وكاين قضية كاين قد تكون كاين حلول، ولكن احنا ما نحبوش نجدد ما نحبوش نروحوا لتلك الحلول. باختصار شديد الدور تاع الأدوار تاع المرأة أدوار تكاملية مع الرجل، ما راهيش صراع وما راهيش ما راهيش من أجل توليد العنف، وإنما من أجل أن أنت تدير لبنة أنا نجي لبنة إما مجوراتك لبنة مع اليمين أو لبنة على اليسار أو لبنة أو لبنة من تحت ما يهمش، المهم أننا في إطار كله أنه هذا راهي عبارة عن بناء في الأخير نخرج في مجتمع متوازن، مجتمع نقص فيه نقص في الأمور السلبية التي تؤدي به لا. إلى التخلف من ناحية الأمية، من ناحية الفقر، من ناحية التهميش، من ناحية لا 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 المرأة قادرة أنها تكون مستثمرة، تكون مستثمرة القانون يتفتح لها باش تكون مستثمرة. شكون يمنحها؟ علاش قلت لك مقبل المرجعية الدينية؟ نشوفوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم جاز على مرأة في السوق لقاها تبيع ما منكرش عليها تجيرة ما نكرش عليها. خديجة كانت مستثمرة ولا ما كانتش مستثمرة رضي الله عنها؟ وكان يتاجر نجي الآن أنا نقول في 2020 نقول نناقشوا المرأة تستثمر ولا ما تستثمرش، ولا يعني في حق هذا يبين على أننا كأننا رانا في تراجع في حقة الأمر. إحنا بنينا حضارة مفروض أنه هذيك الحضارة نكمل عليها، علاش قلت لك عملية تراكمية فعلا أستاذة حمدي. الآن نجيب نعطي لك الخلفية إحنا اللي رانا فيها في الاستقلال. يفون تورين في كتاب من كتاباتها تقول باللي أنه إحنا ما نخرجوا من الجزائر في بداية دخولهم من الاستعمار، تقول أنه نحملوا على أننا المرأة نرجعوها مرأة بثقافة غير ثقافة نتاعها، غير ثقافة تاع الهوية نتاعها، طمس هويتها من ناحية نبناولها باللغة نتاعها، اللغة العربية نتاعها نحوها لها، نجعلوها مرأة أوروبية ونزرعوها في المجتمع. هذه راح تأثر ولا مش راح تأثر؟ راح توجد لك حتى حزب، وراح توجد لك برنامج في الحزب، وراح تنافسك في السلطة، وراح تديك للفساد. شكرا أستاذ حمدي، كلامك واضح جدا. أسماء بعجالة، أي نموذج من المرأة تريدين؟ تكملة يعني لما قالت، هل أنت متوافقة مع المرأة
غربية مرأة جزائرية قح أم لدينا نموذج خاص بنا في الجزائر؟ أي نموذج انطلق يمكن؟ من هذه النقطة، المرأة الجزائرية في حد ذاتها هي نموذج خاص. نعم. تحت قبعة الدستور، أنا مع المشرع الجزائري أنه كل الدساتير تخضع لتطور المجتمعات مع مراعاة الخصوصية تاعها، وهذا هو المطلوب من المشرع الجزائري. لذلك كل مرة نلاحظ أنه هناك تغيير في بعض المواد حتى تواكب تطور المجتمعات، وربما ترقع عملية ترقيع لبعض الهفوات اللي ما كانتش اللي جات من 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 أماكن أخرى، لا تتطابق مع المجتمعات الجزائرية، لا تتطابق مع خصوصيتنا. وهذه هي حسب تطور الدساتير حتى نوصل، حتى أعيد إلى دستور الشعب. من قبعة المجتمع الجزائري، المرأة داخل المجتمع الجزائري يا أخي توفيق، المرأة هي مرأة جزائرية بنضالها، بمبادئها، بدينها، باحترامها للرجل. انا يشرفني، انا كثير من انا في هذا العهد اللي كي نطيب نخلي لراجلي ونخلي له اللحمه الكبيره وبابا نخبي له لحمته مازال، وهذا من باب الحب ومن باب اللطف، لطف المراه، لان هذا اصل فينا ونحن لا ننكره، بالعكس نعلموه لاولادنا. انا بنتي نعلمها انها تشري حاجه وتخلي هي اللي تدي هذيك، ولا درنا ان تخت تديها لباباها. لكن لكن من جانب آخر، على الرجل الجزائري أن يحمي عائلته، على الرجل الجزائري كذلك أن يكون قد الأدوار لأن الآن لما نتكلم عن المرأة وهذا، وعلاش ولينا نديروا مادة للعنف؟ وعلاه؟ لأنه شفنا أنه ظاهرة اجتماعية محضة، ما هيش ظاهرة قانونية، لأنه القانون على المرأة وعلى الرجل. ما كانش قانون في الدستور الجزائري يقول لك المرأة الرجل كي يذبح يدخل الحبس ولا يعدم، والمرأة لا. لماذا أصبحنا نخص؟ ما كانش قانون اللي يقول باللي المرأة كي تضرب الرجل أيضا؟ لا لا لا، أنا مع القانون على الجنسين. أنا القانون على الجنسين، لا لا، كاين نساء يضربوا الرجال. خليني فقط أكمل الفكرة، القانون على الجنسين خصصنا المرأة لأنه أصبحت هناك ظواهر اجتماعية دخيلة علينا نحن الجزائريين. لا. لما نشوف المرأة بكري، ما تقول إحنا نخرج في الطريق نمشي، أنا أمي تحية لها على كل حال من الجزائرية، وان أمي سيدة، ويعني سيدة ستون فام تخافايوز، معناها تخدمت وهي إطار بالدولة الجزائرية منذ 78 تقريبا. قالت لي احنا بكري كنا نخدموا مع الراجل يا بنتي، وكان كاين الحياه وكان كاين الاحترام، وما كانش هذا الشيء اللي رانا نسمعوا به درك على التحرش. خليني اقول هكذا، تحرش الاداري، خليني اقول هذا الشيء ما كانش لان هذه الظاهره الان ما عندهاش علاقه بالام او بالمراه او هي ظاهره اجتماعيه. لما اثرت كان لي لانه طبيعه المراه وكذا، ولما اثرت على المراه المشرع الجزائري اراد انه يخصص لها ماده تصحب، فيجب على المؤسسات الاجتماعيه، على المؤسسات الاجتماعيه ان تؤدي ادوارها. انا قلت لا. المسجد والمدرسه، حتى نخلق توازن، مجتمع متزن، عائله متزنه. لما نخلق عائله متزنه فهذا سام بروسيس اوتوماتيك، يعني اوتوماتيكلي يعود عندي فرد متزن واعي، يصبح كفاءة فيما بعد. ثم نعتقد انه المسار ياخذ، يعني الاشياء تاخذ ببعضها، يعني نكون البعض للبعض مكملين. ليس يمكنش هذا التحدي. انا بكري ما نسمعش المراه تدي بلاصه الرجل والرجل يدي بلاصه المراه، لا 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 لا. المراه اذا حبت نخلو شنو فقط القانون يسمح لي، المراه حبت تكون رئيس جمهوريه خليها رئيس جمهوريه، نكون رائدين في الدول العربيه. لكن اذا المراه بكل حرية نعطيها كل حقوقها، أرادت أن تكون في البيت وتقوم بأنبل مهنة، فلها ذلك. وحزب صوت الشعب سوف لا. يضمن هذه الأشياء، أنه يحمل الصوت الحقيقي للمرأة الجزائرية. طيب هذه كي تلحق الحملة الانتخابية؟ لا 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 لا، طيب لا، مش فقط الحملة الانتخابية. احنا عندنا يوم التلمسين احنا نقوم بلقاءات، لما قولت لا. احنا عندنا لقاءات نقوم بها ولقاء صحفي حتى نقول إلى طريق إلى الدستور رأينا في الدستور. نعم ممتاز أسماء، شكرا جزيلا لك. العفو الآخرين، لأنه الأخيرة للرجال. أمين، صدقني أمين. اليوم احنا رانا دخلاء، اليوم احنا رانا دخلاء على النساء. طيب كلمة أخيرة في 30 ثانية، الوقت 30 ثانية. يجب مخاطبة المرأة بكل خصوصيتها وبكل صفاتها وبكل مواقعها. ممتاز، شكرا أمين. يلا كلمة أخيرة أستاذة. أنا أقول ما عنديش فرق ما بيني وبين خويا الراجل، لأنه أنا لولا زوجي ما لحقتلوش راني فيه. وأنا من هذا المنبر نقول أما ميغ اللي ولدتني ميرسي، أما فخيغ اللي ساندوني، ومون بابا وخويا الكبير ربي يرحمه، ورجلي حنوني اللي توجور معايا. الله يبارك. شكرا شكرا جزيلا لكم السيده زغا صفيه ناشطه جمعويه، والسيده جميله حمدي ممثله عن
حركة البناء الوطني، والسيدة أسماء ميرانية ممثلة عن حزب صوت الشعب، وأستاذنا أمين بكراودة المختص في القانون الدستوري. شكرا لكم جميعا. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام. ألقاكم في العدد القادم بإذن الله، في أمان الله.